كلما اشتدت الامور قرب الفرج اذا اشتملت على البؤس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب واوطنت المكاره واطمأنت وارست في مكامنها الخطوب ولم نرى الانكشاف الكرد وجها ولا اغنى بحيلته وضاق بما به الصدر الرحيب اذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم وأوطأت المكارم واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر واجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غيث يمن به اللطيف المستجيب أتاك على قنوط منك غيث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب.